طيب ماذا عن هذا الواقع؟ قلت سأختم به. ماذا عن هذا الواقع الذي تجد فيه أن كثيرا من الناس يخذلون وينشرون الذل والهوان ويعتبون ويسنون حرابهم على المقاومين والمدافعين؟ لا يهولنكم الأمر. فربنا تبارك وتعالى يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لاحظوا، قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما يذهبون إليهم، ما يسارعون فيهم. فإذا رأيتم، وقال يسارعون فيهم، الأصل المسارعة لا تتعدى إلى الدوات، لا يقال فيهم، أي في أعمالهم وفي شأنهم، في تأليبهم، في تأليبهم والاستنصار بهم وتأييدهم وموالاتهم. إذا رأيتم مسارعة، ليس مجرد يعني اللجوء من خلف الأبواب، وليس الأمر مقتصرا على جهة واحدة أو اثنتين أو فرد أو فردين أو لا، ربنا تبارك وتعالى يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، أي لسان حالهم ولسان مقالهم. لماذا يسارعون فيهم؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، نفس الدعوة، حتى لا تهدم مساكننا، حتى لا تذهب أرضنا، حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا، حتى لا يصيبنا ما أصابهم، حتى كذا، نستعمل حكمة، نستعمل كذا، نفس السيناريو. ربنا تبارك وتعالى يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أمر فيه نصرة لأهل الحق والعدل، وفيه إذلال وإهانة لأهل الباطل والظلم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.